ان اضطراب الشم له علاقه بالشهيه عند الناس. نعم. يبقى مش كل واحد يكلمني في تليفون او يجي لي يقول لي اصلا انا ما عنديش شهيه فالدكتور كتب لي دواء فاتح شهيه. مفيش حاجه اسمها دواء فاتح شهيه بالمناسبه. الادويه المزعومه اللي بتفتح الشهيه عباره عن ادويه مضاده للاكتئاب وبتشتغل على كيمياء المخ. وما يصحش نديها للناس عامل على بطال طبعا، خصوصا لو ما عندهمش حاجه ومش دكتور نفسي اللي كاتبها يعني. بالظبط، مش دكتور نفسي. ابص الاقي بنوته جايه لي تقول لي اصل انا كنت خاسه وما عنديش شهيه للاكل فالدكتور اداني الاقراص دي. دواء مشهور جدا بيتاخد ومش عارف ابطله. تمام، ده خطر كبير جدا. طبعا تمام. فاضطرابات الشم لها علاقه بمشاكل جهاز الهضم. طبعا الشم له علاقه بالتذوق ايضا. طبعا علاقة بقى التذوق بالجهاز الهضمي غير ان احنا بندوق الاكل فنحبه يعني. بمناسبة الشم قبل ما نلعب التذوق، اتفضل. المخدرات. سلم يا رب. الشباب اللي بيتعاطى مخدرات بيفقد حاسة الشم تماما. تمام، ودي بتؤدي ليهم لمشاكل جامدة قوي. نعم. التذوق، نحن نتذوق الطعام عن طريق مستقبلات خاصة موجودة على اللسان. واللسان ده لو جبت لك الخريطة بتاعته احنا بنحس الحلو بحته والمالح بحته والمر بحته. نعم. تمام، فاللسان ده المستقبلات اللي فيه متوزعه بطريقه معينه. نعم. بحيث ان انا بستقبل الطعم بتتنقل مع العصب اللي المخي اللي طالع من اللسان طالع للمخ، اقدر اميز اذا كان حلو ولا حادق، حلو ولا حادق مر ولا مالح حامد. ولا حامض ولا ايه بالظبط. هم اربع مذاقات صح بالزبط. يا دكتور بالزبط. طب الحراق يعتبر في ايه في الاربعه دول ولا ده حاجه خمسه؟ اللاذع. لاذع غير المر غير الحامض. اللاذع والمر والحامض والحلو والحادق والحادق. تمام. كل ما يقول يعني في ناس كتير هيقول لك ايه ده انا باخد قرن فلفل عشان يفتح لي الشهيه. في ناس كتير ما بتعرفش تاكل اكلها غير بحراق. طب ايه علاقه قرن الفلفل ولا الحاجه الحادقه بالشهيه؟ هل بيحصل تغيرات في كيمياء المخ؟ لا، ده اسمه الارتباط الشرطي. انا رابط في ذهني مبدئيا ان انا لما اكل الخيارايه المخلله دي تمام هتتفتح شهيتي. يعني لو ما اكلتهاش بعد فتره ممكن عادي ممكن بعد اكل فترة. عادي ما فيش مشكله؟ ليه بقى؟ لان اصلا هو اخذ على ان الطعم المالح هو اللي بينشط له الايه؟ او اللاذع. او اللاذع هو اللي بينشط له الشهيه. زي ما يكون واحد عنده غثيان. في بعض الناس مجرد ما يحط نقطه عسل على لسانه يرجع. عايز تضيعها له قول له اعصر نقطه ليمون. الطعم المر او اللاذع بيدي احساس لمركز الغثيان ان يتوقف. نعم، دي حاجة علمية دي حاجة ولا علمية. ده إحساس برضه؟ لا لا دي حاجة علمية دي حاجة علمية. طب